عبر الهاتف ارحب باللاعب عيسى المحياني المنتقل للاهلي. كابتن مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور استاذ رجاء الله، وارحب بضيوفه الكرام. يا هلا كابتن. اولا انت اليوم وقعت للاهلي، نبارك لك هذا الانتقال. الله يبارك فيك كابتن. هي رغبتك انت ام عرض الاهلي كان مغريا ام ماذا؟ وفي بسم الله الرحمن الرحيم. والله كلها يعني بالعكس، العروض يعني تقدر تقول انها متساويه، وانا انتقلت من نادي كبير الى نادي كبير، والحمد لله والشكر، ودائما الخير في مختار الله. وزي ما قلت يعني انا استشرت الكثير واخذت القرار في النهايه، وبالعكس يعني نادي الهلال انا قضيت فتره حلوه 3 سنوات، حصلت يعني مع زملاء اللاعبين على عده بطولات، وتشرفت يعني بمعرفه يعني اللعب للهلال تحت اداره الامير عبد الرحمن مساعد، وهذا شرف كبير لي صراحه. يعني انا ودي ان انتهز هذه الفرصه واشكرهم جزيل الشكر على الفتره السابقه يعني، واشكر جماهير الهلال ايضا يعني وقفوا معي في السراء والضراء، والحمد لله على كل حال. يعني فتره حلوه عشتها في نادي الهلال يعني افتخر فيها كلاعب. طيب لماذا لم تستمر في نادي الهلال طالما هي فتره جيده؟ والله شوف، في عالم الاحتراف استاذ رجاء الله احنا تعودنا يعني اللاعب محترف اليوم في نادي بكره في نادي، هذا وضع طبيعي. احيانا اللاعب يشوف انه يحتاج للتجديد. يعني هي تقدر تقول انه انا انتقالي من الهلال يعني له عوامل كثير يعني، وتعرف دائما اللاعب هو ادرى بنفسه يعني. صحيح. كابتن انت من متى كان عندك رغبه الانتقال؟ والله يا استاذ رجاء الله يعني تقريبا من الموسم هذا، يعني مع نهاية العقد وانا جلست مع يعني لا من بداية الموسم كان عندك الرغبة او منتصف الموسم او على النهاية؟ والله يعني تقدر تقول مع نهاية العقد وكذا فكرت كثير انا والله في اتخاذ القرار هذا، وان شاء الله اني اصبت يعني في اتخاذه. كابتن الانتقال كان له علاقة بمسألة انك احتياطيا او مسألة ظروف عائلية او شيء من هذا؟ ايهما؟ والله عوامل كثيرة يا استاذ رجاء الله، وتعرف بالعكس ممكن هذا سبب من ضمن الاسباب. يعني اللاعب بطبيعته يعني اكتب عليك انا اقول لك لاعب طبيعته يحب يلعب يحب يشارك دائما يكون في الصورة. انا شاركت والله في عدة فترات يعني مع نادي الهلال، وزي ما ذكرت يعني سابقا حصلنا على بطولات افتخر فيها، والخير في مختار الله يعني. صحيح. كابتن ال3 سنوات اللي قضيتها مع الهلال كيف تقيمها؟ كانت مقنعة والله مرضية لك؟ والله أنا أترك التقييم للسادة يعني النقاد. لا أنت شخصيا راضي عما قدمته في الثلاث سنوات؟ لا أنا شخصيا والله ممكن شخصيا يعني ما أرضي بطموحاتي، كنت يعني أطمح لأشياء كثير، هذا عالم الكرة يعني. ممكن ظروف كثير يعني ما ساعدت، او اني ما وفقت، او ممكن تقصير مني انا كلاعب. نعم. فهذه كلها عوامل يعني. طيب كابتن كيف كانت مفاوضاتك مع الاهلي؟ كيف؟ مفاوضاتك مع الاهلي؟ والله تمت من فتره طويله، وانا يعني اشكر صاحب سمو الملك الامير خالد عبد الله والامير فهد بن خالد والاستاذ ايمن عبد الغفار على تعاملهم الراقي يعني في حسم المفاوضات، وان شاء الله ان يكون في حسن ظنهم. وش اللي ممكن تتمناه انه يتحقق لك في الاهلي كابتن ما تحقق في الهلال؟ والله ان شاء الله اني الله يعني زي ما ذكرت يعني رسالتك للجمهور. نادي كبير الى نادي كبير، وكل عندي يعني لها علاقه بالمنصات التتويج. رسالتك للجمهور الاهلي، ماذا تقول للجماهير الاهلاويه الليله وانت تنتقل لفريقهم الموسم القادم ستكون اهلاويا؟ اعتبارا من الليله انت تعتبر اهلاويا يعني مع نهايه الموسم ستكون. والله اقول لهم ان شاء الله اني اكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله اني اسعى جاهد تقديم ما بوسعي لخدمه الكيان الاهلاوي، وانه شرف كبير يعني ارتداء قميص الاهلي. شكرا لك كابتن، نتمنى لك كل التوفيق. نبارك لك ايضا، انت فعلا انتقلت من نادي كبير الى نادي كبير، وفي النهايه الف الف مبروك لك. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، ونتمنى لك مسيره طيبه مع فريقك القادم فريق الاهلي. عيسى المحياني اللاعب المنتقل الليله
للفريق الأهلاوي، وشكرا له أن تداخل معنا في القناة الرياضية وتحدث في هذا الحديث. شكرا جزيلا عيسى المحياني اللاعب الخلوق، سمعنا من الجانبين من الهلال ومن الأهلي الثناء الكبير على هذا اللاعب، الكل يثني عليه وعلى أخلاقياته وعلى حضوره